مطلوب منكم السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا وإضافة تعليقاتكم واقتراحاتكم كذلك. فاليوم في سلسلة ديال الأغاني ديال الراي اللي بطلب من العديد من الإخوان، فاليوم غنديروا خبز الدار ياكلوا البراني للشاب رضا الطلياني، أغنية رائعة في الراي، فغنحاولوا نبسطوها ونجزئوها، فبقوا معنا. أولا، هي خبز الدار ياكلوا البراني هي على مقام نهواند على الله، نهواند على الله اللي كيبدا من هنا. ونهواند على الله ما تكون حتى شي حاجه في السلم الموسيقي، يعني السلم الموسيقي في العلامات تكون خاوي، فقط كتكون هي في النوطه الحساسه السول دياز. فغناخذوا ايقاع شعبي راي على سرعه 140، ثم نبدا المقدمه. كما لاحظنا هذه الموسيقى الاولى، فكندخلوا من دو دياز من هنا، ثم ندخل الغناء. دابا نعاودوا المقدمه وندخلوا الغناء. كما لاحظنا هكذا يغنى وهكذا يعزف أغنية خبز الدار ياكلوا البراني للشاب رضا الطلياني، ثم نكمل الرفران الثاني، المقطع الثاني. شافوني ما عنديش، داروا لي تبكيش، شافوني ما عنديش، داروا لي ديفيدي، قالوا لي ما تبكيش، تقبل وتنساها. ويلي يا ويلي وخص الدنيا كنو البراني، ويلي يا ويلي وخص الدنيا كنو البراني. طبعا كانت هذه فكرة مبسطة وباختصار عن أغنية خبز الدار ياكلوا البراني للفنان الشاب رضا الطلياني، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.